بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عبد الرحمن حمدي، أولى كهرباء هندسة طنطا. النهاردة عايز أشارككم موقع مفيد جدا يفيدنا عشان عمل الإلكترونيكس بعد يومين، وممكن يفيدنا بعدين. الموقع اسمه docircuits.com. الموقع ده بيمثلك الدائرة الكهربائية وتقدر تاخد القياسات، ومجرد ما يطلع لك الواجهة دي تضغط try circuit simulator. اللي انا عايز انوه عليه انك عشان تستخدم الموقع لازم يكون ليك اكونت، والاكونت بيبقى فري فمفيش مشكله خالص. كل عليك تعمل اكونت وتحط الايميل بتاعك وتيجي تستخدم الموقع. زي ما شايفين دي الواجهه الرئيسيه، وهنا الكومبوننت بتاعتك، مقاومات وملفات سورس. اللي انا بفضله انك ممكن تنزل البرنامج ويبقى عندك تستخدمه على الكمبيوتر من غير نت. زي ما انتم شايفين هنا البرنامج موجود عندي، طبعا بتنزله وتسطبه. البرنامج حجمه مش كبير، بيخلص على طول. البرنامج برضو يعني نسخة بفلوس، بس هو بيديك أيام كتير، أساسا حوالي 3000 يوم، فأنت مش محتاج تشتريه ولا حاجة. احنا هنصمم دايرة بسيطة يعني بحيث إن الناس تبقى عارفة الدنيا ماشية إزاي. هنا السورسز، اي سي سورسز، هنعمل دايرة الهاف ويف، فمحتاجين دايود وريسيستور والجراوند بتاعنا. الجراوند مهم جدا لأن البرنامج مش بيشتغل من غيره. والمكثف هنحطه بعدين عشان نحول اي سي، نعمل روتيت للمقاومة. لو اتكيت على الشكل ده بيحول لك الصورة للريل بتاعها اللي انت بتشوف في المعمل. زي ما انتوا شايفين بقت الأشكال كده. هنبدأ نوصل الحاجات بعضيها. لازم ما تسيبش أي سلك مش متوصل لأن البرنامج هيطلع لك ايرور. لازم كل السلوك تبقى متوصلة بعضيها. هنوصل الأرضي. تكتين على البطارية أو المصدر بتاعك تقدر تتحكم في القيم بتاعته. فمثلا ممكن نخليه 4 فولت، ممكن تخليه بالملي بالمايكرو والتردد. الدايود برضو ممكن تتحكم في خصائص الدايود اللي انت تستخدمه او تسيبه زي ما هو يعني. المقاومة مثلا ممكن نخليها 2.2 كيلو اوم. وقبل ما نشغل البرنامج محتاجين الاسكليسكوب، تلاقيه هنا، تسحبه ودي الشانل 1 ودي اللي تشانل 2. فانت هتحتاج بس تشانل 1 فتوصلها مع الموجة بتاع المقاومة، وهو بيبقى متوصل مع الأرض على طول. كل عليك تك ران مرتين. زي ما انت شايفين طلع لك الواجهة دي اللي هو بيمثل لك الجهد مع الزمن. ممكن تقفلها وتيجي على الأسكليسكوب وتك عليه تكتين برضو، هيطلع لك شاشة الأسكليسكوب نفسها تقريبا اللي بنشوفها في المعمل. تحكم في التايم، في التايم والامبليتيود بتاعهم زي ما انتم شايفين كده. لو عايز تضيف مكثف مثلا فاتك على بيلد، هتسحب المكثف. ده الطرف السالب وده الطرف الموجب. برضه هنوصله مع مقاومة توازي. هنكبر المكثف شوية بحيث ان هو يكون بالمايكرو، ونعمل ران للدايرة. طلع لك برضو الجهد مع الزمن، نقدر نشوفها من الأسكريسكوب زي ما انتم شايفين نفس الدايرة. برضو تقدر تاخد قيمك في من هنا، تقدر تستخدم أميتر أو فولتميتر وتشوف الجهد مثلا الدايود بالفولتميتر. تعمل ران، ده الجهد اللي على الدايود وده اللي هو بتاع الاسكسكوب. ممكن تطفيه من هنا او تغير لونه وتركز بس على الميتر. ممكن تعدل برضو القيم بتاع المحور واي ومحور اكس بس. وربنا يوفقنا كلنا ان شاء الله في الالكترونيكس، وكل محتاجينه دعوة منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.